الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعلها الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك نفوسا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقنع بعطائك وتصبر على ابتلائك يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأصلح لنا شأننا كله.
اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تصلح أحوال المسلمين في كل مكان. اللهم يا ذا العطاء والمنة، اللهم يا ذا العطاء والمنة، اكشف الأمة عن هذه الأمة واجمعهم على الكتاب والسنة يا رب العالمين. اللهم أعزنا بالإسلام واحفظنا بالإسلام وانصرنا بالإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في الأوطان والدور، وأصلح لنا الأئمة وولاة الأمور. اللهم وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم وفقه لهداك واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم اكلأه بعنايتك ورعايتك يا ذا الجلال والإكرام، واجعله هاديا مهديا. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه وأعوانه إلى ما فيه صلاح البلاد والعباد. اللهم احفظ هذه البلاد من كيد الكائدين وعدوان المعتدين. اللهم احرسها بعينك التي لا تنام وبركنك الذي لا يضام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أدم على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين. إلهنا إلهنا إلهنا، عز جارك وجل ثناؤك وتقدست أسماؤك، نسألك يا قوي يا عزيز نصرك المؤزر لإخواننا المسلمين في كل مكان. اللهم ارفع الضر عن المتضررين والبأس عن البائسين. اللهم ارفع الظلم والجهل والفقر والأسقام عن أمة الإسلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم، اللهم إنهم مظلومون فانصرهم. يا ناصر المستضعفين ويا منجي المؤمنين، اللهم احفظ علماءنا، اللهم احفظ علماءنا، اللهم وفقهم إلى ما فيه الخير والسداد والهدى والرشاد. اللهم احفظ لهم مكانتهم وهيبتهم يا رب العالمين. اللهم رد عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم يا سامع كل شكوى، اللهم يا عالم كل نجوى، اللهم يا كاشف كل بلوى، اكشف الضر عن أمة الإسلام في كل مكان يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على إمام الحنفاء وسيد الأصفياء نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله الشرفاء وصحبه الأوفياء والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما دامت الأرض والسماء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
السلام.